لاحظت أن نباتات الظل لدي في المكتب يتغير شكلها قبل وبعد الري، وقمت باستخدام تقنية التايم لابس، وكانت هذه هي النتيجة المذهلة. نفس ما انتم شايفين بالتجربه رقم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي، هذا الارتفاع اللي هو وصلت له بعد ساعه و10 دقائق اللي هو اليوم 26 10 2011. فشكرا، سي يو.